دكتور يوسف زيدان، تحدثنا من العلم إلى ما وراء العلم، ومن السياسة ما قبل الثورة وما بعدها، وتحدثنا أيضا في التحقيق وفي المشروع العام للدكتور يوسف زيدان. ننبه أن عزازيل موجودة في دار الشروق، وأيضا ظل الأفعى في دار الشروق، وأن الطبعة السابعة تصدر قريبا من عزازيل الفائزة بالجائزة. وننبه أيضا أن في موقع متميز جدا للدكتور يوسف زيدان على الإنترنت www.yusufzidan.com زيدان.com أو زيدان، يبقى إذا www.zidan.com. هتشوفوا بقى عالم، بقى تخشوا بقى في القرون السابقة والقرن الرابع الهجري والخامس الهجري، وتشوفوا طب وعلوم وثقافة ودين، يعني عالم شاسع جدا في www.zidan.com. شكرا جزيلا، شرفتنا وتهنئتنا. الله يخليك. وشكرا لصحبتكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء.